مساء الخير ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي ألوبسي. برنامجكم هذا اللي ولفتوه كل يوم جمعة. نطرق الموضوع، نطرق المشكلة، نطرق الاضطراب، نطرق المرض النفسي، نحاول كيفاش نعالجه، نحاول كيفاش نعرفه المشاهد الكريم بهذا الاضطراب. اليوم راح نهضروا على مشكلة أخرى. يعني رانا في شهر جوان، شهر جوان هو شهر الطفولة، راح نخصص هذا الشهر كامل حس اللي كان راح يكون هذا الشهر للحديث على الطفولة، وبالحديث على الطفولة راح نخصص الحديث اليوم على شيء جد مهم أو الغذاء الضروري والأساسي لنمو الطفل وهو الاهتمام. باسكو نشوفوا العديد من الأطفال الآن ولاو يشكو ويقول لك باللي بابا ما يريحش معايا، بابا ما يحكيش معايا، يما كيف ما عندهاش الوقت. الآباء حتى بعض الآباء يقول لك لا غالب الظروف تاع المعيشه ما لقيتش كيفاش، ما عنديش الوقت باش نحكي معاهم كل شيء. لكن هنا هاد الاشياء او هاد الاهتمام ولا قله الاهتمام يخلي الطفل ريكلام ويخلي الطفل يدير اشياء باش يعاود يجلب الاهتمام هذاك نتاع الوالدين نتاعو. هنا راح نحاولوا نعرفوا واش هو الدور تاع الاهتمام هذا ولا لاتونسيون ولا الحضور نتاع الوالدين في الحياه تاع الطفل، واش هي الدور تاعها، والتقصير تاع الوالدين كما نقولوا في حياه الطفل، واش هو الاثر النفسي السلبي نتاعها. بيان سور كما موالفين الحصه هي الحصه تاعكم، راكم على المباشر، بامكانكم التواصل معنا وطرح مختلف الاستفسارات والتساؤلات، وسوف احاول الاجابه على مختلف الاستفسارات والتساؤلات. فنعاود نولي الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو الاهتمام، ولا علاش وليدي دائما يحوس يجلب الاهتمام، علاش يحوس دائما يريكلام، علاش دائما يحوس عليا، علاش دائما لازمو يجلب اهتمام عن طريق عده اشياء، عن طريق عده سلوكات. في بعض الاحيان ممكن تكون سلوكات هذه اراديه، ممكن تكون سلوكات هذه كما نقولوا احنا لا شعوريه، وين الطفل يحوس دائما كيفاش يجلب النظره تاع الاب تاعه ولا تاع الام تاعه، خاصه اذا كان هناك تقصير ولا كان هناك بين قوسين حرمان كما نقولوا نتاع الاطفال من الوجود ولا تقاسم الخبرات نتاعهم مع الاباء نتاعهم ولا مع الوالدين نتاعهم. فهنا كي نقولوا التقصير هذا ما يبداش في السنين كما نقولوا حتى الطفل يولي كبر ولا 50، باسكو هناك العديد من المعلومات الخاطئه اللي نشوفوها عند الاباء ولا عند الامهات، او مازال صغير او ما يعرفش، مازال ما يفهمش، مازال ما على بالوش واش كاين واش ما كانش. فانا الان الحياه تبدا منذ عندما يكون البيبي هذا ولا يكون جنين في كرشي ما في كرشي ما. فانا التجارب الان راهي تثبت هذه الاشياء. زيد كما نقولوا مش انا كمختصين، احنا كمختصين تحدثنا على اهميه حضور الاباء والوالدين في حياه الاطفال. فحتى تشوفوا الايه الكريمه في سوره البقره وين يقولنا ربي سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فانا ربي سبحانه ما يركزش فقط على بعض الامهات يركزوا يقول لك غير الحليب كلمه دول البيبي بانو. فهنا هذيك طريقه تاع التعامل، طريقه كيفاش نحكم وليدي، كيفاش نبربرو، كيفاش نهضر معاه، كيفاش كذا، عندها اثر ايجابي. عندنا اتصال على المعدن. الو مساء الخير، عندنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك عبد القادر من ولايه مسيله. مرحبا سيدي، تفضل. واش راكم خويا لاباس؟ صافا الله يسلمك الحمد لله. حبيت نسالك سؤال برك. انا عندي ولد واحد بصح حركي بزاف كاع زياده على اللزوم. اخي الكريم رجاء نسمعنا من التليفون ونقصنا التلفاز، اسمعني من التليفون باش نقدروا نسمعوا بعضنا مليح. معليش. شكرا. قلت لك عندي ولد في عمره 4 سنين ونص. حركي بزاف زياده على اللزوم. داكور. انا ما يسمحليش الوقت يعني ديما باش نخرجوا، بيسك البلاصه اللي ساكن فيها يعني ماشي تيجور ديما نخرجوا، قليل وين نخرجوا. اها. صح يقول يدير صوالح بزاف في الدار يعني مشاكل راك عارف اسعار كذا مع اما راك شايف الحاله. داكور. اسكو وليدك يسيكوسي بزاف كاع زياده على اللزوم. داكور. اسكو وليدك مسرح في الهضره، يهضر مسرح ولا لا؟ لا يا لا يهضر عادي جدا يعني. داكور. ويدوموندي لك الاكل في اوقات غريبه. يذكر راح ترقد يدوموندي الاكل يعني على 10 تاع الليل 9 ونص. يدوموندي الاكل في اوقات غريبه ياسر. داكور. اسكو انت تريح معاه ما تريحش معاه؟ سما اغلبيه الاوقات الخدمه يعني تروح 8 تولي على 12 تريح معاه ذاك الوقت تاع القيلوله، ومن بعد العشيه كيف كيف صافي ما تريحش معاه حتى الليل. ولا اسكو يحوس دائما يجبدك ليه؟ اسكو يحوس يلعب معاك، يحوس يقصر معاك؟
فوالا يحب يدير شغل يلعب كذا منها ياك شايف. وانت اسكو تلعب معاه ولا ما تلعبش معاه؟ ايش تجور يعني قليل مش ديما يعني مرات برك. وعلاش ما تلعبش معاه؟ هاك شايف تما تجي من الخدمه كاين اوقات تجي عيان يجي يلعب معاك تقول له يودي زيد عليا الهي شغل باش ترقد ما تقدرش. هاك شايف فهمت وكي دير له هكذا كيفاش يكون رد الفعل تاعو؟ يولي يدير حوايج اخرى يولي يدوموندي الماكله كيما نقولوا يدوموندي لك حوايج اللي ما كانش اللي يعرفها باللي ما كانش. داكور اسكو تجيب له حاجه ما ياكلهاش كي تاكلها كيما نقولوا تجيب له باغ اكزومبل تجيب له الديسير ولا كيما ياكلوش ياكلوه الدار يولي يدير لك مشكل يقول لك جيب لي الديسير هذاك. فهمتني؟ داكور هنا الحاجه اللي عجبتني فيك انك اكفاهم روحك بلي راك مقصر في حقه سي صح؟ اكيد ايه. داكور هنا مع يماه كيفاش راهو؟ يماه لاباس ما تقدر تقول خير مني انا. فاش خير منك؟ قصدي هو توجور معاها تسمى ديما معاها من ذاك صحيح داعي فيها كي تكون تخدم ولا ما يخليهاش تريح. داكور لي ويكاند؟ الويكاند راني نخرجوا توجور تسمى قال كيما اليوم ولا راني نخرجوا السبت والجمعه هذا توجور يخرج. اسكو تلعب معاه ما تلعبش معاه؟ كي يخرج لك كي تديه لي ريستورون ولا تديه لي ماناج برا يولي شغل تحسو يودي حركي زياده على اللزوم تشوف له نورمال هو يفيبري بزاف ما يحبس. داكور حنا هذوك شري لي هذه يعطي لي هذه يدير لي هذه اعمل لي هذه ما يحبس. وانت اسكو تشري له ولا ما تشريلوش؟ نلبي له الرغبات تاعو قدر المستطاع تاعي. داكور اوكي فهمت. نلبي له مع انني عارفه باللي كي نشري له ما ياكلش كيما نقولوا كي دوموندي حوايج ما ياكلهاش ولا ما يديرهاش. فهمت. داكور اسكو كي تخرجوا مثلا اسكو تلعب معاه ولا ما تلعبش معاه؟ اكيد ملي نخرجوا نلعب معاه يفولي معاه نقصر معاه هكذا منه. فهمت. بصح هو كيما قلت لك يعني يحب يروح الحوايج معناها كيما نقولوا حوايج صعيبه يحب يدومونديها. داكور انا اسكو تحطه عند حد ولا دائما تشري له؟ لا شغل نسبه 75% نشري له 25% من ذاك كي تفوت الطاقه نحبس له حد شغل نفورسيه نقول له لا ما يشريش. داكور اسكو في بعض الاحيان تحوس كيفاش تعوض له الوقت هذاك اللي ما عندوش بالمشتريات نتاعك؟ نحاول شغل نقطيه بحوايج اخرى كيما نقولوا. ما تحوس شغل نحاول انني من ذاك حتى نكذب عليه معنا نقولوا معليش نشري لك هذه كان ندير لك خلاص هذا شغل اللي كيديه بالي باش شغل يبين سالي حاجه اخرى. وزعما اسكو ينسى هو ولا ما ينساش؟ يا ينسى لك الحاجه اللي فاتت. يقول لك على الحاجه اللي قلتها انت. داكور ما ينساش. شغل ما ينسالش قلتها الاخرى كيما نقولوا يودي يقول لك شري لي تروتينات تليك يديه عليه تقول له شري لك فيلو يقول لك عند الفيلو. داكور اسمع دائما تحوس ترشيه. انا نحاول انني يودي ديما شغل نهديه. داكور اوكي شكرا جزيلا. شكرا معلي واش حبيت تقول حاجه؟ حبيت نقول حاجه انا كنت عايش مع والدي ومع خاوتي وكذا كان نورمال يعني من عام من زاد حتى يعني مده تاع 4 سنين ولا 3 سنين ونص كان عادي. نخرج مع اختي صغيره هكذا شغل كي سكنت وحدي في دار وحدي تبدل له السيستم ولا تجور في الدار ما يخرجش برا كارتي راك فاهم. وعلاش ما تخليش يخرج للحومه؟ بيسك الكارتي اللي نسكن فيه شغل يودي فيه زرالي شويه قباح وكذاك شايف ثم ما خليش يخرج باش ما يضربوش ولا شي حاجه ما تخليش يماه يخرج. وانت وين تربيت؟ وانت تربيت في كارتي فيه القباح ولا ما فيهش القباح؟ لا دوك شغل ذراري شويه انا ما عرفتش كيف نقولها لك يعني كاين ذراري شي ذراري ما مش كاع قباح صح كاين ذراري اللي فاهم يكروشي معاهم ولا حاجه باش تلمو شغل ولا له فيد هو ولا عنده الفيد بزاف. شكرا راح نجاوبك على التساؤل تاعك. شكرا جزيلا اخي شكرا. بارك الله فيك على هذه الحيه. شكرا جزيلا. شكرا الله يسلمك بارك الله فيك. فهنا ممكن الشيء اللي راهو يهضر عليه الاخ الكريم عديد من الاباء راهم يديروه كما يقولوا وين اون كيكو سورت يحوسوا يغطيوا التقصير تاعهم عن طريق ماذا؟ او نشري له كلش نجيب له كلش للدار باش ما يقلقنيش بورفي ما يقلقنيش بورفي ما يهضرش. لا هنا دير حاجه في بالك بلي لا بريزونس تاعك هذيك ولا الحضور تاعك هذاك راهو جد مهم وجد ضروري وراح يساعدوا الحضور تاعك هذاك في واش في عده اشياء للعديد منا ما يعطيهاش اهميه. اولا راح يعزز كما نقولوا الثقه تاعو بنفسه. ثانيا راح يخليه
يحس باللي راك هنا باللي راك حاضر في حياته، راح يتناقش معك راح يهضر معك راح يحس كذلك بالحب نتاعك والحنان نتاعك. فهنا في بعض الحين يقول لك ما خليش يخرج. علاش ما خليش يخرج؟ ما خليش يخرج باسكو يخاف. تخاف من واش؟ يخاف يضربوه، ماذا بيا يبقى في الدار ما يخرجش، يخرج غير مع باباه. لكن الطفل هذا راهو مدعو باش يعيش برا، اليوم في عمره 4 سنين 5 سنين، غدوة راح يكون في عمره 12 13 سنة 14 سنة. اسكو حتى ال 14 15 سنة باش نطلق له يخرج؟ ما كي نطلق له يخرج في عمره 14 سنة، اسكو عنده هذيك هذاك اللعب الاجتماعي، هذاك التواصل مع اصحابه، هذيك القصره مع اصحابه، اسكو كبر معاه وما كبرش معاه؟ وين هنا نشوف العديد من المراهقين راهم يجونا دوكا ولا حتى كبير في الاخر يقول لك انا بابا ما كانش يخليني نخرج، حتى كي وصلت ل 13 14 سنه نخرج ما نعرفش نلعب مع الاولاد، باسكو هما يعرفوا كيفاش يلعبوا، مدخسين بعضهم، مقصروا مع بعضهم ايتو، وانا نحس بروحي كوم اني ترونجي في وسطهم. لذا هنا لازم نخلي وليدي يخرج لبرا، بيان سور يما راهي تشوفها من البالكون، تشوف واش كاين واش ما كانش. صح الطفل ممكن يتضرب، ممكن باش يتعلم كيفاش يدافع على روحه، يتعلم كيفاش يحترم الدور تاعو، يتعلم عده اشياء كما يقولوا كي يخرج مع الاطفال. وانا كاب ولا كام نسهر باش نعلم وليدي باش يحتك بالمجتمع، وكيفاش يحتك بالمجتمع وكيفاش يتواصل مع المجتمع. بالنسبه كما يقولوا النشاط نتاعو، حنا دائما نقولوها ونعاودوها ونكرروها باللي الطفل اللي يبوجي بزاف هذاك هو الطفل اللي يعجبنا، هذاك هو الطفل اللي نفرحوا به. لكن الطفل هذاك اللي راهو مريح في الكوانة هذاك هو اللي يخوفنا. هنا ان انفون كي بوج، ان انفون الطفل اللي راهو يريكلامي اللي راهو يدير هذاك يعجبنا، باسكو وليدك او موا الى ريكلام مي دوكا راهو يريكلامي راح يجي نهار، باسكو دائما تو بوسيه كي يجي لا معك خليني وليدي راني عيان، خلي هو ما عنده ما دخلوا عيان ولا ماكش عيان خو، دخلت للدار تلعب مع وليدك ومن حقه باش انت تلعب معاه، من حقه باش تحكي معاه، من حقه باش تقصر معاه. مش العديد من الاباء يدخل مباشره يروح للشومبره ما يهضرش ميم با مع ولاده، ما يريحش ميم با مع ولاده، ما يلعبش مع ولاده، ما يحضنهمش، ما يبوسهمش. وين في بعض الاحيان نشوف بعض الاباء وبعض الملاحظات انا نقولها باسكو اطفال تاع الناس يحضنهم ولاده ما يحضنهمش، اطفال تاع الناس يلعب معاهم ولاده ما يلعبش معاهم. دير حاجه في بالك باللي ولدك او يشوف او يتفرج وكي يشوف مثل هكذا لقطات وانت ما تضحكش معاه، ما تلعبش معاه، ما تحكيش معاه، ما تكونش سلس ولين معاه ومع اطفال تاع الجيران هكذا. فهنا الطفل هذا راح يزيد كما نقولوا يحس بهذاك الحرمان، يحس بهذاك عدم الحضور تاعك معاه. كي نهضر انا على الاب نهضر كذلك على الام. وين الان رانا نشوف بلي ما عندناش وقت، صح الظروف تاع المعيشه صح الوقت ما كاش ندخلوا روتار ما عندناش الوقت، لكن ليس المفيد انك تفوت معها اربع سوايع خمس سوايع، انك انت كي تدخل الدار هذيك السويعه اللي تفوتها معاه لا كاليتي او النوعيه تاع العلاقه النوعيه تاع القعده هذيك معاه هي اللي تخليه يشعر بعده اشياء، راح يشعر بالامن، راح يشعر بالطمانينه، راح يشعر بالارتياح. هناك بعض الاباء يشوفوا والديهم جايين من الدار يخافوا يتخباوا، ولا الام اسمعوا خليوا باباكم عيانه ما تهضروش معاه، خليوه حتى ياكل، خليوه يروبوزي شويه، خليوه كذا. با نو هنا حتى الطفل راح يشعر كي تحكي معاه وكذا، مي هنا راح تخليه راح تخلي الابن تاعك يكبر على انه كي يجي باباه ما يلعبش معاه ما يقصرش معاه او عيان او كذا. وزيد بزياده اشاك فوا هذاك نشكيو بزاف، والله غير عييت، والله ماني قادر، خلوني كذا، واش راني نسقط انا على وليدي هنا؟ واش هاد الاشياء هاد السلبيات هذه راح تاثر بالسلب على وليدي، باسكو دير حاجه في وليد حاجه في بالك باللي وليدك تاع اليوم هو راجل تاع غدوه. هنا لا بريزونس نتاعك اللي ما تكونش دوكا غدوه راح احد يجيك صعيبه باش تراطرابيها. وين نشوف بعض الاباء يقول لك ولادهم كي يوصلوا 14 15 16 سنه يقول لك والله ما يهضر معايا ميم با، ومن بعد كي نحوس نفهم اسكو انت كنت تهضر معاه كي كان يحتاجك، اسكو راك تحكي معاه، اسكو راك تلعب معاه، اسكو راك تونس معاه، اسكو راك تحسو بالحب تاعك وبالاخر تاعك. وين كيفاش نلعب معاه؟ حتى كي يعود في بعض الاحيان هناك بعض الاباء وبعض الاولياء يقول لك زعما انا نريح معاه ونركب معاه وندير كذا. باوي باسكو لو فات انك تهبط معاه وتلعب معاه وتقعد معاه على الحصيره وتخليه وتعيش معاه هذيك اللعبه تاعو وهذيك الاشياء تاعو راح يزيد يشعر بالطمانينه، راح يشعر بالارتياح، راح يشعر بالراحه، راح يشعر بالوجود نتاعك في حياته. لكن كي تكون ما كانش اوتوماتيك ما حتى كي يروح للمسيد ولا حاجه يشوف صحابه، شوف طفله ثانيه تشوف صحابتها والديها كيفاش يعاملوها، كيفاش يحضنوها، كيفاش يلعبوا معاها، كيفاش يقصروا معاها، لا فاسون بارلي. فهنا يقول اوه علاش انا بابا ما يديرليش هكذا؟
علاش انا ماما ما ديرليش هكذا، علاش انا ما يلعبوش معايا ما يقصرش معايا. وي وين هنا يزيد الطفل يكبر في هذاك لا امن ولا طمأنينة، وين يحس بروحه كما نقولوا باللي ما نحبوش، باللي ما عطيناش اهميه ما عطيناش قيمه. وين الان الاطفال نتاع دوكا يقول لك شكون بابا؟ والله ما على بالو بينا لا كان ولا ما كانش، يدخل راهو في الكوانه ومريح، ما يهضر او ما يهضرش معانا، ما يحكيش معانا، ولو كان نهضروا معاه يعيط علينا كذا، يبا ما نجيش نروح معاه، شاك فوا نحوس نروح نلعب معاه يعيط عليا. الور ما يجيش يجي يلعب معاك خلاص. عندنا اتصال. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدتي. حبيت نقول لك طبيب، عندي طفل عندي 9 سنين. في عمره 9 سنين. 9 سنين. الله يبارك. وكي يسلمك تاعش ويريبوندي بزاف، يتبلى خوه ويبقى يقباح ويواسي، غير يديرها هو الكبير تاعي. يديرها غير طفل تحت لتحت. كي يعيط علي يولي يبكي ويريبوندي وما يسكتش. شحال في عمره خوه؟ في عمره 7 سنين. داكور. غير هما غير هما الزوج ولا كاين؟ لا لا عنده خو صغير. داكور. اها. ويريبوندي بزاف وما يسكتش، ويهضر يهضر يهضر بزاف ما يسكتش. يهضر ما فهمتش واش معناتها يهضر ما يسكتش. يهضر يهضر وكي يتبلى ولا نهضر معاه ولا يقول لي شغل هو الظالم. يهضر يهضر اسكو فضول، اسكو يطرح اسئله، اسكو ويسقسي يسقسي هذيك يسقسي بزاف. أه. ويهضر بزاف. كي يسقسي بزاف اسكو انت تجاوبيه ولا ما تجاوبيهش؟ نجاوبو نجاوبو. باباه يجاوبو ولا ما يجاوبوش؟ يجاوبو شويه شويه، كشغل يتقلق يجي عيان من الخدمه يتقلق شويه. أه. صح يدير له يوفر له واش يحب، واش يقول له شري لي يشري له. هنا انا نحوسوا على الوقت مضى، ما نحوسوش على ان نشري له ويشري له. اسكو الوقت عنده ولا ما عندوش؟ عنده، يحب باباه كي يشوفوا بطاطو واللي يعيط له وراك يا ابي يتقلق. اها. اه يتقلق ويحوس بزاف على باباه. وكي يدخل للدار اسكو باباه يريح معاهم ويلعب معاهم؟ يريح يلعب معاهم ويلح. وعنده الديفو تاعي ريبوندي بزاف. ما فهمتش واش معناتها ريبوندي بزاف. ريبوندي كش ما نعيط عليه ولا ما يسكتش، ما يسكتش يبقى يريبوندي لي. وعلاش تعيط عليه؟ باسكو يقباح يقباح هاك شغل يبقى يتبلى في خاوته ما على باليش. اها. اه وانا كي نعيط عليه ما يسكتش. يخرج ولا ما يخرجش؟ يخرج برا ومن داك الحمد لله يصلي الحمد لله. اسكو انت تعيطي بزاف مدام ولا ما تعيطيش بزاف؟ شويه شويه يقلقوني نبقى نعيط معاهم شويه. اسكو تضربيه ولا ما تضربيهش؟ نضربو من داك، نحس روحي بالك يولي دوك يكرهني يولي. كيفاش يكرهك؟ كي شوف كي نعيط عليه باسكو نعيط عليه بزاف اكثر من خاوته. وعلاش؟ باسكو هو اللي يدير المشاكل. داكور. وكي تعيط عليه اسكو تعايريه ولا ما تعايريهش؟ ما من عيروش شويه من داك شي يقلقني. داكور. تقارنيه ولا ما تقارنيهش؟ ما قارنوش لا لا. داكور. في المسيد راهو مليح ولا ماهوش مليح في المسيد؟ هذا الحمد لله. اسكو يدير مشاكل في ليكول ولا ما يديرش مشاكل؟ ليش الفصل الثالث زيرته الحمد لله خدمت. اسكو يدير مشاكل في ليكول ولا ما يديرش؟ نعم سمعتك. في المدرسه اسكو يدير مشاكل ولا ما يديرش؟ يتضارب وين يخرج يتضارب، وين يخرج لازم حتى نروح نجيبو، لو كان ما نجيبوش يجي ليا يتضارب. كيفاش يضارب؟ دونك اسوس يضارب؟ يضارب مع الدراري والدراري اللي يقراو معاه كاع معاودين السنه وقباح. اها. قباح وشغل يتبلى وهو اللي يضارب معاهم. يفرض روحه ولا ما يفرضش روحه؟ بزاف بزاف يفرض روحه. حاجه مليحه ولا لا لا؟ حاجه مليحه على كل حال. اها شغل ما عجبكش الحال بالك؟ ماشي انا اللي راه مقلقني كي ريبوندي لي بزاف. يريبوندي ريبوندي بزاف. داكور اوكي. العنف اسكو بابا اسكو يعنف ولا ما يعنفوش؟ يرجع لي بزاف يرجع لي الهضره بزاف. بابا يعنف ولا ما يعنفوش؟ لا لا ما يعنفوش، يعيط عليه انا اللي انا اللي شغل انا اللي نواسيه بزاف، انا اللي نغيره بزاف. بابا صح يخافوا يخاف بابا بصح انا اللي شغل نبقى ريح بركة. داكور. شغل لازم تحبيه يكون كيما حبتي سي صح؟ فوالا يكون عاقل يكون يفهم يكون هو يتبلى بزاف كي نعيط عليه يولي هيك شغل هو المظلوم. داكور شكرا سيدتي الكريمه. يريبوندي بزاف ما يسكتش يريبوندي لي. راح نجاوبك على السؤال تاعك بعد شكرا جزيلا. راح نجاوبك على السؤال تاعك على بعد فاصل ونعود فاصل ونعود. مازال عندنا وقت شويه. داكور اوكي.
داكور. وي هنا نعاود نجاوب على السيده الكريمه ونقولها باللي هي الاولى اللي لازم تخلى على العياط والانتقادات والمقارنه هذه كذلك، باسكو هنا طفل او يريكلامي او يقول لكم اهتموا بيا او يحس باللي هناك تقصير او يقول لكم اعطوني شويه وقت خليني نحس بالحب تاعك. باباه انت ثاني لازم تهضري مع باباه تقولي له مالغري كي يدخل عيان ولا حاجه يحوس كيفاش يجبدوا يقولوا اني دوك نقصر معاك نحكي معاك تو. فهنا ما عندناش الحق باش نقولوا لاولادنا رانا عيانين، ما عندناش الحق باش نقولوا لهم ولا نروبوسيهم ولا ندفعوهم نخليونا ما نلعبوش معاهم ما نريحوش معاهم. حتى وكنا عيانين نحضن وليدي نلعب معاه نقصر معاه نضحك معاه نخليه اوموا يطفي هذاك الوحش نتاعو ليا ولا حاجه هكذايا، ومن بعد نقول له خليني وليدي نروح نروبوزي. مي كي ندخل مباشره راهم توحشك او حاس حاب يحس بالحنان نتاعك، حاب يحس بالحضور نتاعك، حاب يحس بالوجود نتاعك. باسكو هنا كي نقول حاب يحس بالوجود نتاعك حاب وحنا نعرفوا باللي الشخصيه تاع الانسان تبنى عن طريق سيرورة تقمصيه. الا كنت كنت غايب في حياه وليدك، وليدك شكون الشخصيه اللي راح يتقمصها؟ كيفاش راح يتعلم كيفاش يتعامل مع الناس؟ كيفاش راح يتعلم كيفاش يتصرف؟ كيفاش راح يتعلم كيفاش يهضر؟ وين في بعض الاحيان بعض الاباء يقول لك اني حكيت اني قلت له دير كذا وكذا 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 وكذا. نو، الطفل ما يتعلمش وما يترباش عن طريق الدروس الاخلاقيه هذيك ولا مورال اللي نديروها له كل شيء. لا، الطفل يتعلم عن طريق ماذا؟ عن طريق التقليد، عن طريق القدوه. وباش يتعلم عن طريق القدوه اذا كنت كنت غايب على حياته هنا منين راح يتعلم؟ راح يحس باللي كاين انفيد في حياته. وين يقول لك انا بابا مع دوكا انا نشوفوه راهم كبار يقول لك انا بابا ما وراليش، انا بابا ما كانش عنده الوقت ليا، كان مشغول، كان كذا ايتو. با نو، هنا الاهتمام لازم يبدا منذ نعومه الاظافر. ما نقولش لا لا، لازم نخلي ولادي يحسوا بالحب تاعي، يحسوا بالحنان تاعي، يحسوا بالحضور تاعي. وهنا راح نذكر بعض الاحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلوا عليه دخل عليه ايوب ابي ايوب الانصاري والقى الحسن الحسين في حجره يلعب معهم. قالوا اتحبهما يا رسول الله؟ قالوا كيف لا احبهما هما ريحانتي التي اشمهما. كذلك في دخل عليها عمر بن الخطاب ولقى الحسن واحد راكبين على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له نعمه الفرس اللي راهي حملتكم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمه الفارساني هما. وي فاعز خلق الله وتشوف التعامل تاعه مع الاطفال كيفاش كان. عودة إليكم مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي ألوبسي. هذا البرنامج يخصنا للحديث على كما نقولوا على الاهتمام نتاع الأطفال الأب الوالدين بالأطفال تاعهم، وعلاش كما نقولوا الأطفال دائما يحوسوا كيفاش يجلبوا الاهتمام، يحوسوا كيفاش يعطيو لاتونسيون تاعنا، يحوسوا كيفاش يبروفوكيو كما نقولوا باش يعطيو لاتونسيون تاعنا عن طريق ماذا؟ عن طريق سلوكات، عن طريق حتى ممكن ديكريز، ممكن حتى وين يدير لك نوبة بكاء، وين ممكن حتى بطريقة أو بأخرى يبروفوكي خوه، يخبش في خوه، يدير عفايس كما نقولوا، غير باش يبين، غير باش نهتموا به وباش نعطيو له أهمية وباش نوليو نهضروا معاه ولا هذه الأشياء. بيان سور راكم على المباشر، بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة وطرح مختلف الاستغلالات والاستفسارات، وسوف احاول الاجابه على مختلف الاستفسارات والتساؤلات. عندنا اتصال. الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاباس كيف؟ الله يسلمك. الحمد لله سيدتي كريمه، تفضلي. عندي وانا نقول لك عندي بنت اختي عافية عمرها 6 سنين. الله يبارك، ربي يحفظها. وهي بها في مده عام اللي توفى. ربي يرحمه. وهي هي حاسه فيها كلي واحد لك صدمه كي تقلق ولا حاجه كنت تبط في روحها وتبكي. اها. هي تقلق ما عرفناهاش هي تبكي اللي عندها. باباها شحال عنده ملي توفى؟ عنده عام. داكور. كانت متعلقة به بزاف؟ هي تقرا عندها السنة الأولى. اها. هي تقرا هي ما شاء الله، بصح كيما تقلق في ساعة تقعد تضرب في شعرها. اها. هي تقلق. ويماها كيفاش تعاملها؟ مرات صوتها ما سمعتكش. عملها مرات تبطها كما نقولوا تضربها؟ تضربها. تعيط عليها؟ تعيط عليها مره. داكور. اسكو هاد الاشياء ديرهم غير في الدار ولا حتى في المدرسه؟ واش راكي تحكي على الاشياء ولا هاد السلوكات نتاعها اسكو ديرهم غير في الدار ولا حتى في المدرسه؟ سيدتي
اسمعي لي من الهاتف رجاء. وي نعم. قلت لك هاد الاشياء اسكو ديرهم غير في الدار ولا حتى في المدرسه دير سلوكات كيما هادو؟ لا ديرهم غير في الدار غير ماما ما خصكش تقولي كان جيتها ولا. داكور اسكو داكور اسكو تخافي معاها؟ وي ما سمعت. اسكو تخافي معاها ولا لا؟ لا انا مرات نروح ليها معاها انا بنفسي اللي يجوها تقول لهم ما تخليهمش يجوها للدار. ما تخليهمش يجوها للدار؟ لا مثلا يجوها يقول لهم خرجوا من دارك يجي عندها الغاشي كيما تقلقت. ما تحبش الغاشي كيجي للدار؟ واه ما تحبش الغاشي من موت باباها كلفات ما تحبش الغاشي. داكور اسكو كيجي الغاشي كيفاش تكون هي؟ قول لهم مثلا جايين نديروا عند في داري منا. داكور بعد ما توفى بابا اسكو عرضتوها على معالج نفسي ولا لا؟ لا ما عرفتش. رقد تاعها راهو مليح؟ اسكو تنوض في الليل؟ اسكو تخلع ما تخلعش؟ لا ما تخلعش قايمة راه تخلع كيما نقولوا في الباكي ما تبكيش تبقى قايمة مظلومة كي نجبدها على باباها تخرج ما تبقاش تحت. داكور باباها كيما نقولوا اسكو كان مريض؟ اسكو موت الفجأة كيفاش توفى ربي يرحمه؟ دار اكسيد وجا دار اكسيد وبابا. داكور اسكو شافتو ولا ما شافتوش؟ شافتو في السبيطار هي وخوتها الصغيرة مولات راح لها القلعة متوفي. داكور داكور شكرا جزيلا راح نجاوبك على السؤال تاعك سيدتي. الله يسلمك بارك الله فيك شكرا ربي يرحم باباها كما يقولوا. انا الخطا الاول اللي نرتكبه في بعض الاحيان وين اننا نوريو الموتى نتاعنا في ابشع صوره سيرتو اذا كان دار ان اكسيدون سيرتو اذا كان لا الاطفال رجاء نحطوهم بعيد على كل هاد المشاهد. لماذا؟ لان ماذا بيه يخلي الطفل هذيك الصوره المليحه على باباه مش يشوف باباه وهو متوفي وهو كما يقولوا حتى لو كان ممكن وجهه يكون مشوه ولا لو كان كذا. لا هنا ابعدوا اولادكم على كل هاد الاشياء. وهنا كي تكون جنازه ولا يكون كذا رجاء خلي ولادكم بعاد عليها. ما تخليش باسكو هنا صح الانسان يكون ضعيف وصح ما يعطيش اهميه لمثل هكذا اشياء لكن ما نرفدش وليدي انا صغير في عمره 4 سنين ولا 5 سنين ونديه باش يشوف باباه باش لا الصوره هذيك راح تكون حتبقى صادمه وراح تشكل له صدمه باسكو مازال ما عندوش هذيك الملكه باش يفرق وباش يعرف واش كاين واش ما كانش. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه البنت نتاع مازالها مصدومه مازالها تحتها هول الصدمه باسكو علاش مازال لو فات كي يجيو الناس تعاود ترجع الحادث الصدمي تعاود ترجع الهول نتاع الناس هذوك كي جاوا للجنازه وتاع كذا. فهنا مازال ما تخلصتش منها وين تبقى خايفه. النصيحه اللي نوجهها لك سيدتي الكريمه ليك ولا لامها كذلك اولا انا نقول ونعاود دائما العنف يحبس. اول حاجه قبل ما تدي ولادكم لعند مختصين ولا معالجين نفسانيين لازم انتم كوالدين ديروا ان ترافاي على روحكم على نفوسكم وتحبسوا كل اشكال العنف. لماذا؟ لان العنف هو اللي راح يخلي مثل هكذا سلوكات ولا حتى الطفله راهي صغيره اللي فيلنيرابل راهي كما يقولوا عندها شويه هشاشه وين كيزيدوا نعنفوها راح نزيدوا الطين بله. فهنا النصيحه اللي نوجهها لك سيدتي الكريمه انك تدي بنت خوك هديه لعند معالج نفسي. معالج نفسي راح يدير لها بعض الجلسات النفسيه العلاجيه وراح يعاون باش تتخطى هول الصدمه النفسيه اللي تعرضت لها تاع فقدان الاب تاع ربي يرحمه. وان شاء الله راح تعاود تسترجع الثقه تاعها في اقرب وقت ممكن بحول الله ان شاء الله. عندنا اتصال اخر امين. هل لدينا اتصال؟ نكر. فهنا كما نقولوا الاهتمام هذا ولا الحب هذا ولا العلاقه هذه فلو فات كو ما تكونش اوتوماتيكمون الطفل ونقولها ونعاودها باسكو عندنا دائما هذاك الاعتقاد عندنا دائما هذاك باللي الطفل مازالو صغير مازالو ما يفهمش مازالو ذلك الملاك مازالو ما يحش لا الطفل ديروا حاجه في بالكم منذ نعومه اظافره ديجا يحافظ الميميك نتاعنا حافظ الملامح نتاعنا حافظ طريقه التعامل نتاعنا وين في بعض الاحيان هذيك الملامح نتاعنا هي اللي تخليه يجي عندنا ولا اللي تخليه ينفر منا. فهنا كي نعاود نولي كيما نقولوا الطفل كي يكون ام بيبي ولا كي يكون رضيع وكل شيء طريقه التعامل كيفاش نحكمه كيفاش كذا وين الان عندنا نظريات مختصه جيس في المرحله العمريه الاولى وين عندنا مختصين غير في الرضيع وطريقه التعامل معاه كيفاش نحمله كيفاش نرضعه كيفاش نبربره كيفاش نكاريسيه كيفاش نحضنه كيفاش نلعب معاه كيفاش نهضر معاه كيفاش نحط عيني في عينه كيفاش ندير باسكو علاش
وين هنا نعاود نولي كما نقولوا العالم الانجليزي وين يكوت وين يقول لك اون مار سوفيزامون بون. واش هي اون مار سوفيزامون بون؟ اون مار سوفيزامون بون هي تلك الام التي القادره على الاجابه على مختلف الحاجات البيولوجيه نتاع وليدها. وهي الحاجات البيولوجيه ليس فقط اعطائه الحليب، ليس فقط كما نقولوا ارضاعه، ليس فقط نبدل له لاكوش. فلو فات كي نبدل له لاكوش اوتوماتيكمون نلعب معاه، نقصر معاه، نضحك معاه، شويه المناغات، شويه هذه الاشياء، وين الطفل يحس ويشوف هذاك لو كونتاكت، يحس هذاك الاهتمام. وين يشوف هناك بعض الامهات راهي ترضع في وليدها، يتقشر في البطاطا، ترضع في وليدها ولا كذا وليدها، او يهضر معها ويخبش فيها ممكن يعض فيها وهي راهي تقصر. وين هنا ديجا لو فات كي اي ترضع فيه وهو يعضها، او اللي اون تران دو ريكلامي راهو يطالب، راهو او يقول بار اكزومبل اهتموا بيا، او يقول بار اكزومبل اعطيني اهتمام، او يقول اعطيني الاهتمام الكافي، اعطيني الاهتمام اللازم، ماشي انا نديرو. وفي بعض الاحيان هناك بعض الاطفال وين انت تهضر بابا شوف معايا، ماكش تشوف معايا. وكذلك هناك بعض الاخطاء اللي نرتكبوها وين الطفل الى ريك الامر يعني جاي انا دوك نجي بلا، ومن بعد انت ما تجيش ما تروحش خلاص. وين هنا يولي ما يعيطلكش، يولي ما يقولكش شرواح، يقول ما ريكلاميش لا بريزونس تاعك، باسكو علاش؟ او على باله ردة الفعل تاعك كيفاش راح تكون. لا، هنا طفل كيقول لي بابا انا ارواح، نروح لعند وليدي ونهضر معاه ونحكي معاه ونهبط معاه وناخذ كل وقتي باش نسمع له. جي دي بيان، ناخذ كل وقتي باش نسمع له، موش نروح وانا اي هزر بهدر طولت قلقتني اكزعفتني اكذا. فهنا اوتوماتيكمون راح نخلي وليدي يزيد ينفر مني اكثر فاكثر وما يجيش يجي عندي. فدو بريفيرونس نجاوب على وليدي ونريح معاه ونحكي معاه ونهضر معاه. باسكو علاش؟ لو كان ما نحكيش مع لو كان ما نحكيش معاه دوكا اتصال انا اتصال ولا خلصنا الوقت، خلصنا الوقت ناك اوكي. ف دو بريفيرونس انا اللي نمد له الوقت نتاعي دوكا، باسكو لو كان ما ندلوش الوقت دوكا غدوه سا سرا تروتار، غدوه خلاص اني ما كنتش حاضر معاه، ما كنتش كذا. ف اعطيو الوقت لاولادكم، ريحوا مع اولادكم، خليو اولادكم يكبروا ويشوفوكم كيفاش تصرفوا، يشوف باباه يصلي، يشوف باباك كيفاش يتعامل، يشوف باباه الصدق الامانه الكذا. وهاد الاشياء راح تساعده وراح تخليه يعزز الثقه تاعو بنفسه وراح تخليه يكبر في كنف الطمانينه والارتياح النفسي والامن النفسي. وصلنا نهايه الحصه، نلتقي بكم الاسبوع المقبل بحول الله وموضوع اخر. الى اللقاء، سلام.